تم اليوم الأربعاء بالرباط التوقيع على 3 اتفاقيات شراكة بهدف زيادة عدد الرحلات الجوية بين مدينة الدار البيضاء ومدينتي العيون والداخلة وإعادة فتح الخط الجوي من الدار البيضاء نحو قلميم وطنطان. هذه الاتفاقية تهم بطبيعة الحال يعني تطوير النقل الجوي الداخلي بصفة عامة على الصعيد الوطني، ولكن اليوم بالخصوص الأقاليم الجنوبية اللي كتستاهل، على اعتبار أنه الدور اللي كيقوم به النقل الجوي في التنمية، وكيشارك في الاتفاقية جميع الوزارات المعنية، وزارة تجهيز النقل المالية الداخلية مع الوكالة لتنمية الأقاليم الجنوبية، بالإضافة إلى الجهات المعنية الثلاث، وكتمشي في الاتجاه ديال انه نزيدوا في عدد الرحلات، نخفضوا من الكلفه ديال التذكره، وتحسين ايضا جوده يعني ديال الرحلات بالنسبه لجوده النقل بالنسبه لهذه المناطق، واللي الهدف منه بطبيعه الحال هو ان يكون هذا النقل رافعه للتواصل بطبيعه الحال وللتنقل، ولكن ايضا رافعه للتنميه في هذه الاقاليم. وتنص هذه الاتفاقيات على تطوير النقل الجوي بين الدار البيضاء والجهات الثلاث بالمناطق الجنوبية للمملكة، حيث تلتزم الخطوط الملكية المغربية بتسيير رحلات جوية يومية إلى مطاري العيون والداخلة، وخمس رحلات في الأسبوع نحو قلميم وطنطان. بالنسبة لهذه الاتفاقية فهي تلعب دور أساسي، لأنها غتمكن واحد المنطقة اللي هي أساسية هي الجهات ديال الصحراء المغربية من أن نجعلها ونمكن المواطنات والمواطنين من الولوج إليها في أحسن الظروف وبأقل تكلفة. وفي هذا الإطار الوزارة الاقتصاد والمالية فهي ستقدم دعم مالي مع من خلال الخطوط الجوية المغربية للخطوط الجوية المغربية من أجل تقليص التكلفة. من شأن هذه الاتفاقيات تعزيز مكانة الأقاليم الجنوبية للمملكة كوجهة سياحية بامتياز، وتشجيع المستثمرين المغاربة والأجانب على الاستثمار في هذه الجهات.